دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مع دكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث الملفات التي تتولاها هيئة سلامة الغذاء المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء صرح بأن اللقاء تطرق لمقترحات الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الفترة القادمة ومنها مقترح تطوير المجازر للمواكبة لاعلى المعايير العالميه والتمكن من استغلال كل مخلفات المجازر بطريقه امنه تحفظ سلامه البيئه وترتقي بجوده اللحوم والجلود ومستوى السلامه واكد رئيس الهيئه ان عمليه التطوير هتمثل نقله نوعيه لم تحدث من قبل